إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن عامل المناعة وعلاقته ببعض الأمراض. عامل المناعة عند إصابة الطفل بالتهاب ما، يبدأ الجسم مكافحة بعمل مكافحة كاملة لهذا الالتهاب عبر المناعة الطبيعية، لكن عندما تتكون الأجسام المضادة لهذا المرض أو الالتهاب الموجود في الجسم، فأنها تكون مضادة أيضا لخلايا بيتا الموجودة في البنكرياس أيضا، فتحطمها كما تحطم الجرثومة المسببة للالتهاب. وكما نعلم وتكلمنا في الدروس السابقة أن إذا كان داء السكري سواء لدى الكبار أو الأطفال ينشأ بسبب تعرض خلايا البنكرياس للضرر، فإن أسباب هذا الضرر لم تعرف بعد، وممكن يكون عامل المناعة عند محاربة الأمراض الجسمية أحد الأجهزة المؤثرة على إنشاء تلف معين في خلايا البنكرياس، لأن جهاز المناعة هو اللي يقدر يقتل نوع معين من الخلايا. وفعلا في بعض الخلايا البنكرياسية ممكن أدت إلى أنها تموت بسبب هذا الجهاز، مما سبب لنا عدم إكمال وظيفة البنكرياس، مما أدى إلى نقص السكر في الخلايا، مما أدى إلى جوع الخلايا، مما أدى إلى ضعف في هذا الجهاز والوظائف، مما أدى إلى مرض السكر. من الضروري عمل بعض الفحوصات لكي نتأكد من هذا هذه العمليات. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.